تستعد الفنانة روبي خلال الأيام القليلة القادمة لبدء تصوير فيلمها الجديد فتاة المصنع مع المخرج محمد خان، والذي سيتم تصويره بالكامل داخل أحد المصانع. الفيلم كتبته وسام سليمان، ويكشف الممارسات والاضطهاد في حياة العاملات بالمصانع من واقع قصص حقيقية حصلت عليها المؤلفة بعد أن عاشت فترات طويلة في أحد المصانع. يشارك في بطولة الفيلم هاني عادل ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة. كان آخر فيلم لروبي هو الشوء الذي قدمته منذ عامين مع المخرج خالد الحجر. دفننا بالحقيقة في الأوضة دي يما. انت عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ ان انت حبيت البيت وانا كرهت الشارع. يا اختي الولية دي ما بتتهدش، هتموت بناتها. هما باعوا ايه؟ انا مش هشوف الفنجان ده. ليه بس يا موشو؟ بصوا نكس يا سيدي، اذا كانت هي اللي مسرحاهم بمزاجها مين هيقف قصادها؟ حلال فيهم الموت.